تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم لنعود ونقدم لكم حلقة جديدة ومتجددة كالعادة من برنامجكم الأسبوعي الكروي مع البطولة على قناتكم الفضائية تيليمارك. حلقة سنسلط فيها الضوء على لقاءات الجولة 12 من الدوري الوطني، جولة انطلقت بيضاء بين كل من طنجة وتطوان وبني ملال وخريبكا ثم سريع واتزم والفتح الرباطي. أما لقاء الجيش الملكي أمام يوسفية برشي تحركت فيه الشباك بهدف وحيد. في الحلقة أيضا سنعرج بكم مشاهدينا الكرام صوب المنافسات الإفريقية، وفي دوري الأبطال تعادل الرجاء أمام شبيبة القبائل والوداد عاد بنقطة وحيدة من أنغولا، والتعادل ضد بيترو أتليتيكو كان سيد الموقف. أما في منافسات كأس الاتحاد لم ينجح النهضة البركانية في الفوز وسقط في كاميني موتيما الكونغولي، فيما الحسنية ضرب بالثلاثية شباك نادي سان بيدرو. حلقة جديدة ومواضيع متنوعة، قبل تفاصيلها إليكم كما العادة أبرز عناوينها. وفي العناوين لقاء الديربي بين المغرب التطواني واتحاد طنجة ينتهي بلا غالب ولا مغلوب. نادي يوسفية برشيد يستفيق بفوز مهم على فريق الجيش الملكي خارج قواعده. وأخيرا الرجاء والوداد البيضاويين ينهيان لقاء الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأبطال بالتعادل. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم. يمكنكم كما العادة التواصل معنا من خلال إبداء آرائكم، استفساراتكم، ملاحظاتكم الإيجابية كانت أم السلبية عبر موقع التواصل الاجتماعي في صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. ودائما قبل الخوض في أول فقرة كالعادة بعنوان واجهة اليوم، يسعدني باسمكم أن أرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ من يميني كالعادة مع اللاعب الدولي السابق سي سعد عبد الفتاح. لأول مرة يكون حاضر معنا اليوم سي سعد، لنا الشرف أنك تكون حاضر معنا ومرحبا بك. مرحبا أخوي رضوان، مرحبا بمشاهدي الكرام. ويسعدنا أيضا مشاهدينا الكرام أن أرحب بالإطار الوطني سي محمد القميري. سي محمد اللي حاضر معنا في حلقة اليوم بإطلالة جديدة، تبارك الله عليك سي محمد ومرحبا بك. أهلا بك أخ رضوان، أهلا أخ سعد، أهلا مشاهدي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام كما العادة نبدأ أول فقرة من البرنامج بعنوان واجهة اليوم. طيب، قبل الحديث عن لقاء المغرب التطواني واتحاد طنجة ديربي الذي انتهى بنتيجة بيضاء، وأيضا لقاء آخر انتهى بنتيجة ذاتية بين رجاء بني ملال وأولمبيك خريبكا، كنا كنناقش ربما في الكواليس سعد وسي محمد القميري المشكورين على حضوركم معنا في حلقة اليوم، كنا كنناقش المستوى التقني ديال البطولة الوطنية هذا الموسم. كنشوفوا رجاء بني ملال متدير الترتيب بنقطتين فقط بعد تعادله أمام أولمبيك خريبكا على ما أظن يوسفية برشيد في الجولات السابقة، مستوى ربما متقارب في وسط الترتيب العام، بينما نهضة بركان يحقق الصدارة دون خسارة أي لقاء. واش المستوى لهذا البطولة هذا الموسم هذا سي سعد مقارنة مع الموسم الماضي؟ كاين هناك تشابه أو كاين هناك ربما فرق كبير؟ كاين فرق كبير خويا رضوان، لأن المستوى ديال السنة هذه والمستوى ديال السنة الفارطة، ففي ظل يعني يعني كيف تنقولوا صعدوا فريق رجاء بني ملال اللي صراحه كنتاسفوا ليه كثير في هذا الموسم هذا، لا بالنسبه للتاريخ ديالو ولا بالنسبه للجماهير ديالو. فصراحه رجاء بني ملال في هذه الوضعيه هذه فهي وضعيه مزريه، فعلى الفريق باش كيف تنقولوا يدارك الموقف ديالو، حيت عيب وعار نشوفوا فريق رجاء بني ملال في هذه المرتبه هذه. صحيح سي محمد قميني. اكيد بالنسبه للبطوله لهذه السنه هذه، ففي ظل البرمجه ديال المقابلات والدورات، ربما كنظن اول دوره اللي شفنا جميع الفرق اللي لعبات فيها هي الدوره المقدور 10 اكيد اللي هما اللي لعبوا فيها تقريبا. اما جول دورات فكنشوفوا 4-5 المقابلات، تاجيل المقابلات هذا راجع للمستوى اللي ما شفناش بداك المستوى المطلوب كما عهدناه السنه اللي مضات. اكيد ملي ما كيكونوش كثره المقابلات فهناك فرق كتلقى مشكل ديال هذاك لو ريتم ولا ديك السيروره ديال المقابلات. صحيح. الان شفنا هذا الاسبوع هذا رغم 4 مقابلات، لكن المقابلات اللي كان فيها ريتم كان فيها اداء بالنسبه للفرق كامله، ونقدر نعطيها عنوان هذه الدوره هذه او الاربعه المقابلات فهي دوره حراس، لان ما شاهدناش اهداف كثيره. صحيح. لكن التالق ديال الحراس ديال جميع الفرق اللي لعبات هذه المقابلات فكانوا في المستوى المطلوب. كما قلتي بالنسبه كما انا ما كنشاطر الراي الاخ سعد بالنسبه لرجاء بني ملال، نتاسف عليه لانه صراحه بني ملال ففريق عريق، فريق اللي عنده تاريخ. السنه الماضيه شفنا الطريقه كيف صعد اللي كانت مفاجاه بالنسبه للجميع رغم الظروف اللي كان كيعانيها. نعم، ولكن واش كان كيستحق ربما هذا الفريق؟ هذا هو السؤال اللي كنت طرحت في الكواليس. واش كان رجاء بني ملال ربما كان يستحق
الصعود ديالو للقسم الوطني الاول بهذا الاداء اللي كيظهر به حاليا. يعني 12 مباراه تعادل في لقاءين نقطتين و10 لقاءات كلها ضيع فيها الفوز. اكيد بالنسبه لجوج نقاط في 10 المقابلات ف ما نقولش انه ما يستحقش. حنا ما غنهضروش على فريق بني ملال، لان فريق بني ملال التاريخ شنا عادنا في القسم الوطني الاول، شاهدنا كيقارع فرق كبيره كالرجاء كالوداد كالجيج. هاد السنه كنا شنا في السنه اللي مضات في القسم الوطني الثاني في الطريقه كيف صعد في البدايه ديال الموسم، الاكراهات اللي كانت عند الفريق، لا الماديه لا اللوجيستيكيه لا لاعبين لا حتى الاطار الوطني. سي مراد فلاح اللي كان عنده مشاكل بالنسبه للملعب لا كذلك عده اشياء اللي كانت صعيبه. لكن بين قوسين شنا فريق بني ملال في القسم الوطني الاول كان دار اياب في مستوى الهائل، استطاع انه ربما كان ظل الرئيس ديال الفريق مع مراد فلاح استطاعوا انهم يداركوا الموقف، ولا حتى الساكنه ديال بني ملال استطاعوا انهم يزيدوا بالفريق ديالهم انه يصعد القسم الوطني الاول. لكن البدايه كما شاهدنا نفس الظروف اللي شاهدنا السنه اللي مضات، والان كما كنشوفوا في فريق بني ملال فهو ما يمكنش، لان الواقع ديال كره القدم فهو معروف، الا ما كان استعداد جيد، الا ما كانت موارد ماديه، كان موارد بشريه اللي هي في المستوى، فكنظن هذا هو ما غادي يقع. هو حسابيا ربما فريق رجاء بني ملال. عندك ما تضيف سي سعد؟ مرحبا. نضيف على الكلام ديال الاخ قوميري، ففريق بني ملال فكيف تنقولوا تفاجأ تلقى راسه في القسم الوطني الاول. علاش؟ حيت ما وجدش الظروف من الاول ما وجدش الظروف، حيت كيف تعرف قوميري الا بغيتي تصعد راه خصك توجد من الاول بجميع الظروف تكون مهيئه باش تصعد. فهذا هو اللي طاح فيه بني ملال، تلقى راسه في الدوره الاخيره وباقي ما عرفش راسه واش يصعد لل صحيح. ولكن هو حسابيا سي سعد الا سمحتي، انه رجاء بني ملال حسابيا ما باقي ما سقطش القسم الوطني الثاني، لانه ثلاث مباريات متبقيه عن انتهاء الشطر الاول من الدوري الوطني الاحترافي، الا فاز فيها عنده 9 نقاط ربما غادي يصعد المراكز اللي هي مراكز متقدمه. لان كنشوفوا على علاش طرحت السؤال الاول على المستوى التقني قبل ما نبداو تحليل اي مباراه، لان كنشوفوا فارق النقاط بين المتصدر والمطارد فريق الوداد البيضاوي والمولوديه التوجه ما كيكونش واحد الفارق اللي هو كثير. الا جينا نشوفوا فريق المولوديه الوجديه كيحتل المركز الثالث ب 19 نقطة، إلا فاز ثلاث مقابلات غيتصدر البطولة، ربما نشوفوا مولودية وجدة يتوج بها خلال الشطر الثاني البطولة. على العموم نقدروا نقولوا عاوتاني قبل ما نمروا للتحليل ديال المباريات، نقدروا نقولوا بأنه هذا الموسم هو موسم المدربين أكثر من اللاعبين، اللي كنا كنناقشوا أيضا في الكواليس، تغيير ديال عدد المدربين أكثر من تغيير ديال اللاعبين. يعني حنا خصنا يكون عندنا ميركاتو شتوي، ميركاتو صيفي، وميركاتو خاص بالنسبة للمدربين. عدد من المدربين 16 فريق، فريقين فقط على ما اظن الفتح الرباطي والمولوديه الوجديه اللي كانوا عندهم استقرار على مستوى المدرب. جميع الفرق 14 فريق في البطوله الوطنيه تم التغيير ديال المدرب. هذه واش كتكون ظاهره صحيه للبطوله عندنا ولا لا سي سعد؟ لا بالطبع ما كتكونش، فتغيير المدربين فهو تيكون يعني اول اللي كيتضرر فيه فهو الفريق والجمهور، في اللاعبين تيمشيو مع الفلسفه ديال المدرب يلاه كيمشيو معاك، كيحيدوا المدرب كيجيبوا مدرب اخر. يعني التغيير المدرب ولات عندنا موضه في المغرب، ولينا تقريبا جوج دورات ثلاث دورات كنسمعوا مدرب مشى. فمؤخرا كنظن انا اللي عرفنا العز العام اللي بعد بني ملال مع الصديقي، فتغيير المدربين ولات عندنا حاجه عاديه. المدرب كي ربح جوج ماتشات، تعادل ماتش، خسر ماتش، عرف راسك راك. اخر الاخبار التي راجت حاليا ان زوران مانونوفيتش مدرب الوداد، حنا غنتاكدوا من الخبر انه تمت الاقاله ديالو ايضا. يعني هنا كنشوفوا غاموندي مدير تقني، مساله الكل كيفهم ما يروش حول الاداره ديال الوداد ايضا. صحيح قريب الاداره التقنيه ديال الفريق الوداد البيضاوي على ما اظن كما قلتي غيكون غاموندي اكيد 100%. دو صابر على ما دو صابر كمدرب مؤقت، ولكن نهايه الموسم غيكون اكيد بشكل 100%. هذا ما تصفر للمدرب ان شاء الله. على المهم هو اللقاء الديربي اللي اجري بين فريق اتحاد طنجه وفريق المغرب التطواني، اللي كنا كنترجاو منه ربما الخير ونترجاو منه اداء جيد واهداف، كنشوفوا انتهى بنتيجه بيضاء 0 لبيتلي. بدا ماكسيم محمد. بالنسبه للديربي ديال طنجه وتطوان، فكجميع الديربيات فهما كيتلعبوا على جزئيات صغيره. صحيح. واغلب الديربيات اللي شاهدنا لا في البطوله الوطنيه ولا في جميع انحاء البطولات جميع البطولات العالميه فهم كما كيكون 0-0 1-1 1-0، يعني تقله الاهداف اللي كتكون بين الرجاء والوداد. هذاك بطبع خاص طابع خاص فيه اقصاء، ماشي بحال البطوله. كما شفنا الفريق المغرب التطواني اللي ظهرت السنه بدايه اللي كانت موفقه، انتصارات اللي حققها لها في الميدان ولا خارج الميدان اللي كانت خولات ليه الدوره 8 أو 9، كان هو المتصدر ديال البطوله. المقابله دي مع طنجه فشاهدنا سيطره قويه بالنسبه للفريق ديال المغرب التطواني، ما كانش تسجيل ديال الاهداف اكيد. فكنعرفوا اتحاد طنجه بالاطار الوطني سي هشام بميع والطريقه اللي كيلعبها صعيبه انك تسجل عليه، لكن كتبقى مقابله اللي كانت هي تقنيا لا باس
بها كان محاولات لا بالنسبه للفريقين سيغتو فريق المغرب التطواني نعم. كتبقى النقطه بالنسبه للفريقين كتنصف فريقين بجوج مقارنه او لا اداء مغاير تماما السي سعد انت غتفق معايا ديال المغرب التطواني خلال الموسم الماضي وهذا الموسم الموسم الماضي كان مهدد بالنزول على ما اظن المغرب التطواني هذا الان كينافس على المراكز الاولى من البطوله الوطنيه فرق كبير السي سعد فرق كبير فدير هضرنا في البدايه في الحصيله التقنيه ديال الهلال السنه ففرق المغرب التطواني السنه الماضيه شنا يعني كان قاب قوسين حتى هو ينزل السنه كنشوفوا يعني غادي بفرق صحيح فكيف شفنا في مقابله ديال المغرب التطواني وتحت طنجه كيف قال الكوميري فجميع الدربيات لي كلاسيكو تنقولوا تيخرجوا اما كيف قال يعني تعادل زر زر اصابه فالمقابله كانت بانت لينا مفتوحه كان كيسجل تطوان اما تسجل اتحاد طنجه فنقطه فهي ايجابيه للفريقين كانت سيطره ربما واضحه وحتى التغيير ديال المدربين هذه المره اعطى الاكل ديالو مع فريق اتحاد طنجه بعد تغيير المدرب الجزائري لهشام الدميعي ربما هشام الدميعي كيف قال سي محمد عنده طريقته ديال اللعيب خصوصا اللي كنا كنشوفوه مع فرق عديده من اولمبيك اسافي الكوكب مراكش عنده طريقه دفاعيه كيلعب بشكل دفاعي المغرب التطواني كان كيبحث على الفرص كان باغي يسجل الهدف ولكن ما تاتش ليه خلال هذا اللقاء نرجعوا للمباراه ديال الرجاء بني ملال وفريق اولمبيك خريب قاو دائما غنسلط الضوء على فريق رجاء بني ملال رجاء بني ملال كيعاني خلال هذا الموسم اكيد وفريق اولمبيك خريب قاو منذ رحيل رشيد الطوسي على ما اظن كان هناك تذبذب على المستوى التقني ديال هذا الفريق مباراه ايضا انتهت بنتيجه بيضاء صفر لبيتليفسي اللي غنهضروا على بني ملال غنهضروا على خريب قاو في الفريقين بجوج فهم الان كيحاولوا انهم يتسلقوا المراتب انهم يخرجوا من منطقه الخطر نعم. رغم ان فريق اولمبيك خريبه شيئا ما اقل ضررا من فريق رجاء بني ملال لكن كتبقى مقابله اللي شاهدنا البارح كما قلت لك في هذه الدوره هذه فاشنا مستوى وكاشنا شنا واحد الايقاع اللي هو عالي بمسيرته من فريق رجاء بني ملال في شوط المقابله الثاني نعم. اللي استطاع انه يخلق عده فرص وفريق دفاع كان تالق كما ذكرت في الاول ديال الحلقه تالق ديال الحارس وكذلك الدفاع ديال الفريق اولمبيك خريبكا اللي شاهدنا ان اللاعب الافريقي اللي جبد تقريبا اللي تصدى الكرتين من وسط الشباك نعم. كان قاب قوسين كما قلت لك ان فريق رجاء بني ملال انه يحصل ثلاث نقاط لكن المردود والمستوى كما كنقولوا تغيير المدرب كيكون هذاك لو ديكليك كيكون تحرير شيء ما بالنسبه للاعبين شفنا لاعبين انهم تحرروا شفنا لاعبين انهم استطاعوا انهم يحققوا شحال من ان كما كنقولوا شحال من فرصه انهم استطاعوا انهم يسجلوا لكن ما تاتاش لهم ذلك كتبقى مقابله لخساره بالنسبه لفريق رجاء بني ملال لان ثلاث نقاط بالنسبه له مهمه ليه جدا نقطه ايجابيه لفريق اولمبيك خريبكا لانه رغم كما شاهدنا المقابله فكان رجاء بني ملال كان انه كان ينتصر وكان يفوز بثلاث نقاط نعم نقدر ما نكونش نتفق مع سي محمد الا قلت انه اولمبيك خريبكا كان هو ربما يستحق الانتصار في المباراه اكيد انه رجاء بني ملال غيبحث على النقاط باش ينقذ نفسه من السقوط المبكر لكن اولمبيك خريبكا بعد الخساره ديالو مع فريق نهضه البركاني على ما اظن بثلاث اهداف لواحد في المباراه الاخيره كان كيبحث على رد الدين امام رجاء بني ملال مع احترامي الكامل لهذا الفريق لانه تقنيا حتى الشعور اللاعبين او المدربين او الخصوم باجراء اللقاء ضد فريق اللي متدين الترتيب وعنده مشاكل على المستوى التقني وعلى المستوى المادي يعني غتكون مباراه سهله نقدروا نقولوا اولمبيك خريبكا دار رجاء بني ملال في كرشو بلغه الكره كيف كنقولوا سي سعد فيمكن نكون متفق معك في ظل الحاله الصحيه ديال فريق اولمبيك خريبكا على فريق رجاء بني ملال فلجينا على الورق غادي نعطيو الفوز كيف تنقول اولمبيك خريبكا على الورق ولكن فريق رجاء في هذه المقابله كيف قال الاخ كوميري فقط مقابله جميله اللي كنلاحظوا بجميع المقابلات اللي تيقوم بهم بني ملال كاين الكره ماشي ما كايناش ولكن داك الخط كيف تنقولوا داك الفينيش ما عندوش فصراحه فنقطه بني ملال كان يعني متعطش ثلاث نقاط على نقطه واحده صحيح قبل ما نرجعوا للقاءين اجري يوم الاحد او اليوم امس الاحد بين فريقي سريع وازن فتح رباط وايضا الجيش الملكي اللي خسر لقاءه من يوسف برشيد تحت على واحد النقطه اللي هي مهمه ربما الانتدابات والانتقالات الشتويه للاعبين وخصوصا الفريق رجاء بني ملال هذا الفريق كيعاني اكيد كلنا كنعرفوا بانه متدين الترتيب نقطتين خلال البطوله وكنشوفوا انتدابات اللي هي انتدابات كتطرح عديد من التساؤلات منها ياسين الصالحي يعني المهاجم اللي كان ربما كيخوض تجربه رائعه مع فريق الرجاء وعدد من الفرق الوطنيه واش الاختيار ديال هذا الفريق لهذا اللاعب بالذات عن قناعه واش غادي يكون واش غينقدر ربما الفريق هجوميا ويسجل اهداف ويخلي الفريق انه يبقى في قسم الوطني الاول او لا كاسم نجيب لاعب ياسين الصالحي كاسم ونجيبه فقط كيف ما بقى مع عزيز العمري وعدد من المدربين كنشوفوا عزيز العمري مشى فحاله من الفريق واخا عزيز العمري كان مع تطوان متالق وتاهل المونديال لاول مره في التاريخ ديال هذا المدرب والفريق اكيد كنشوفوا استغناء عن الخدمات ديالو واش غتم
يعني الاداره ديال الفريق رجاء من الملال تستقدم لاعبين اللي عندهم تجربه واللي باقيين صغار باش يمشيو مع الفريق لابعد حد، ولكن ياسين الصالحي لا بقى مع الفريق سي محمد تتفق معايا لا بقى مع عام او عامين سي محمد ربما واش غير الاضافه كنظن ما اللي غنهضروا على ياسين الصالحي ما غنهضروش عليه كلاعب لان البروفيل ديال ياسين الصالح لاعب اللي داز في واحد مستوى عالي لا مع فريق الرجاء البيضاء ولا جميع الفرق اللي لعب معها من المهاجم من طينه مهاجم الكبار، لكن المشكل اللي كاين بالنسبه للانتدابات واش غندير انتدابات لاجل باش ندير انتدابات ولا غندير انتدابات اللي غتكون باش انني كما قلتي نعطي واحد الاضافه بالنسبه للفريق ديالي، لان اللاعب اللي غتنتدبوا في هذا الميركاتو هذا فهو لاعب خصو يكون جاهز، ما يمكنش نجيب لاعب انه مازالش واحد السنه او نصف سنه فكنظن في التنافسيه ما غاديش تكون عنده. اذا هنا لاعب باش تجيب لاعب اولا بالنسبه ماديا فهو غيكون لاعب اللي غيكون بواحد الموارد الماديه اللي غتكون مهمه، لاعب اللي غيكون جاهز فهو غيكون في الفريق ديالو ما يقدرش يستغنى عليه، لكن اللاعبين اللي غيتنتدبوا في هذه المده هذه كنظن فلا ما غتكونش عندهم تنافسيه ما غيكونوش جاهزين باش انهم ياخذوا هذه المرحله ديال الاياب بالمستوى المطلوب. اذا انتدابات باش ندير انتدابات فكنظن فهي مساله غير هي اللي كما كنقولوا اللي كتبرد بها الوقت كتبرد بها الجمهور ديالك او كتعطي ديك الصوره انني راني استقطبت او جلبت لاعبين. اذا انتدابات الا بغيت ننتدب خصني نجيب لاعب اللي يكون اولا يكون تكون عنده التنافسيه ويكون لاعب اسم، كنقول اسم يعني لاعب كنهضر على الفرق الكبرى وسيرتو الفرق اللي كيلعبوا في القسم الوطني الاول لا. يعني اسم اللي كيكون معروف على الساحه الكرويه، لاعب اللي يقدر يعطيك الاضافه بالنسبه للبطوله. نعم، ولكن واش في نظركم سي محمد اسمح لي الى ما يوجد سؤال سي سعد، واش في نظرك انه لاعب غادي يرضى بهذا المصطلح؟ واش غادي يرضى انه يلعب فريق اللي مهدد بالنزول المبكر؟ انت كتقول غتجيب اداره الفريق لاعب اللي عنده اسم واللي عنده تجربه حاليا، واش غير ذا لاعب انه يمشي الفريق اللي مهدد بالنزول؟ غير بالنسبه لهذا اللاعب لاعب او مدرب، اي لاعب او اي مدرب كيقبل التحديات. ربما الا كنهضروا مثلا على عز العامري غتمشي تسولو غتقول لي عز العامري غتقول لي علاش جيتي بني ملال وبني ملال لعب على، يقول لك لا انا مدرب عندي واش على قبول التحدي او لمصالح ماديه؟ اي لا اكيد هناك تحدي وكذلك مسائل ماديه لان ما يمكنش غادي يجي باش يتحدى من دون مقابل. اذا اللاعب هنا فهذه مغامره بالنسبه للاعب ولا بالنسبه للمدرب، فكتكون تحدي بالنسبه ليه هو وكذلك اللي اكتساب واحد القدر مالي لانه باش يخول لي انه تلاجل داك الفريق مثلا لا قدر الله لا سقط انها تكون استفاده ماديه وكذلك معنويه. نعم، ولكن واش ما كيبانش لك سي محمد انه رجاء بني ملال كان من الاجدر بانه يتعاقد مع حارس مرمى، لاننا كنشوفوا الحارس اللي معاهم حاليا تلقى الشباك ديالو 20 هدف خلال 12 مباراه، واش ما كنشوفوش بانه الفريق محتاج حارس مرمى اكثر من لاعبين او خط الدفاع او هجوم او خط الوسط؟ تادرى بهذا اولا فهو استقطب الحارس ايمن مجيد من فريق الفتح الرباطي. نعم. وكذلك ففريق بني ملال يجب عليه ان يعزز جميع الخطوط سيرتو المحور ديال الفريق، ملي كنقولوا محور يعني حارس مرمى مدافع اوسط وسط ميدان وكذلك مهاجم، يعني العمود الفقري ديال الفريق. الا ما عززش هذا الخط هذا فغيلقى مشاكل في خلال المقابلات اللي جايه. واش بهذه الطريقه سي سعد فريق رجاء بني ملال غادي ينقذ راسه او نفسه عفوا من نزول القسم الوطني الثاني بهذه الانتدابات اللي كيقوم بها حاليا؟ نشوفوا حارس فريق الفتح الرباطي السابق ولكن ياسين الصالحي على مستوى خط الهجوم، واش بهذه الطريقه الا ما اعتمدت على اللاعبين الشباب اللي عندهم تجربه كيف قال سي محمد قميري في الاول لا ربما غنشوف رجاء بني ملال غيودع القسم الوطني مبكرا؟ فبالطبع فهو غير بالنسبه لياسين الصالحي فلا جابوا ياسين الصالحي بوحده، يعني راه ما يمكنش اللاعب واحد اللي غادي يتفرقه، خاص يكونوا حتى اللاعبين جميع اللاعبين يكونوا في مستوى. فكنظن الانتدابات اللي خصهم يكونوا دابا، يعني علاش ما نجيبش انا دراري تقريبا صغار جوج ولا ثلاثه اللي يعاونوني اللي غيعاونوا الفرقه، فهمتي اش بغيت نقول لك؟ وتجيبهم ثمانيه يعني اللي ما يكلفش كثير على الفريق. ففضل الانتدابات هذه فكنتمنى الفريق بني ملال باش كيف تنقولوا ينقذ راسو ويستطع باش يسير البطوله ويتفادى النزول. نعم اكيد، وبغينا نشوفوا تنافسيه لاننا باش نشوفوا مشاهدينا الكرام انه فريق مهدد منذ انطلاق البطوله بالسقوط ديال القسم الوطني الاول. هنا غنسترجعوا ربما الذكريات ديال فريق راسنيك البيضاوي اللي صعد ونزل في عام واحد، الذاكره ما خانتنيش الحمد لله. طيب، لقاء واحد سجل فيه الهدف عن طريق لاعب زكريا فاتي، لاعب اللي كنا كنتحتوا عليه في الكواليس، لاعب عنده امكانيات فرديه كبيره اللي تأهلوا انه يلعب فرق كبيره مع احترامي لفريق يوسفيه برشيد. على العموم نبداو باول لقاء سريع وانزلوا فريق الفتح الرباطي. الفتح بعدما احرج فرق الوداد والرجاء ونادي بركان وعديد من الفرق الكبرى
كيتعثر ربما نوعا ما خارج قواعد ام سريع وزن. سريع وزن اللي كنا كنتحدثوا عليه ايضا في الكواليس السيستاد وتفق معايا قلت لك انه هذا الفريق بالذات باش تسجل عليه في ارضه امام جماهيره صعب يعني بشكل كبير لانه خط الدفاع ديال هذا الفريق هذا منظم ويعني وضابط راسه بشكل مزيان اسيستاد. فبالطبع خواردوان فريق سريع وزن صعيب باش تسجل عليه في الميدان ديالو وشنا ملي كيجيو فرق الكبار للوداد للراجا للجيش فكيتعذبوا كثير باش يسجلوا عليه ولا ياخذوا ويخطفوا الفوز من تما. فكيف شفنا المقابله ديال الفتح الرباطي وسريع وزم فكانت يعني فرص ديال للفتح وفرص لسريع وزم. وكيف قال الركراكي في الندوه الصحفيه كيف قال لك الا جيتي لوزم وخرجتي بالنقطه راك ربحتي. صحيح ودائما التصريحات ديال وليد الركراكي كتكون مثيره للجدل. الغريب في الامر انه شفنا المقارنه او التناقض اللي شفناه مع فريق الجيش الملكي مقارنه مع فريق الفتح الرباطي. وغتفق مع ياسر محمد اللي قلت لك بانه فريق الفتح الرباطي كيعاني من غياب الجمهور وكاين نتائج. فريق الجيش الملكي كيعاني من نتائج في حضور الجمهور بشكل كبير. هنا ربما تناقض كما كنعرفوا فريق الجيش الملكي فهو فريق اللي كبير وفريق اللي معودنا على القاء والقاعده الجماهيريه اللي هي كبيره. سيرتو اللي كنهضروا على فريق الجيش الملكي فالجمهور ديالو فهو ماشي غير من مدينه الرباط فمدينه سلا ولا من الضواحي ديال سلا والرباط. يعني القاعده الجماهيريه اللي كبيره. غير بالرجوع للمباراه ديال الفتح. غير بالنسبه للمقابله ديال الفتح وسريع وزم كما شاهدنا المقابله اللي كانت جميله سيرتو من جانب فريق وزم. وزم منذ القدوم ديال المدرب التونسي السويدي ربما الجنسيه السويديه فشنا واحد الفريق اللي تغير بواحد الشكل كبير. الفريق اللي اداء المردود ديالو في المقابلات اللي سبقوا فهو كان 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 اداء جيد نتيجه واداء فريق الفتح الرباطي كما قلتي مع وليد الركراكي هذا استقرار تقني فاكيد رغم ان البدايه المتعثره ديال فريق الفتح الرباطي لكن الان كنشاهدوا بالاداء ديالو ولا حتى الفلسفه اللي غير باش نذكر لك بالنسبه لوليد الركراكي فوليد الركراكي بالنسبه للتصريحات ديالو او فهو واقعي فما عمرنا شفنا وليد الركراكي يكذب علينا ولا معروف عليه الصراحه فمعروف اكيد. فانا كيعجبني هذا المدرب هذا في الطريقه ديال التعامل ديالو مع اللاعبين وحتى مع الميديا. فالنتيجه ديال واحد ديال 0-0 فهي نقطه ايجابيه بالنسبه للفريقين. بالنسبه للفريقين قبل ما نواصل النقاش ايضا على المباراه ديال سريع وزن فريق الفتح الرباطي مع ضيفي الكرام سي سعد وايضا سي محمد القميري. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود لمواصلة النقاش. عودة إليكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم الأسبوعي الكروي مع البطولة في موسمه الثالث على قناتكم الفضائية تيلي ماروك. ويمكنكم دائما وكالعادة التواصل معنا من خلال إبداء آرائكم استفساراتكم ملاحظاتكم الإيجابية كانت أم السلبية عبر موقع التواصل الاجتماعي في صفحتنا الخاصة على الفيسبوك. دائما في حديثنا عن لقاءات الجولة 12 من البطولة الوطنية الاحترافية مع لقاءات مؤجلة كالعادة جولة أولى أو جولة وحيدة لأجريت كاملة هي الجولة العاشرة كيف ذكرني سي محمد قميري في بداية الحلقة. على العموم سريع وزم فريق الفتح الرباطي مباراة انتهت بنتيجة بيضاء 0 لبيتلي. دائما غنرجعوا للمسألة ديال التكوين اللي كنا كنتحدثوا عليها في الكواليس. الآن كنشوفوا فريق الفتح الرباطي يخطو بثبات نحو المراكز المتقدمة. الآن كيحتل المركز الخامس ب 18 نقطة في الترتيب العام. لو تراجع نوعا ما غنرجعوا دائما للتصريحات ديال وليد الركراكي أنه كيلعب على التكوين عكس فريق سريع وزم اللي كيف قلت في الأول أنه صعيب تسجل عليه خارج الديار أو في أرضه أمام جماهير السيسات. فبالطبع فريق سريع وزم صعيب باش تسجل عليه في الارض ديالو. اما فريق الفتح الرباطي كيف قلتي فهو الان غادي يعني كيف تنقولوا في خط تصاعدي فكيحاول يتسلق المراتب الاولى. فإلى قدر الله يعني تعثر فغادي نرجعوا ونقولوا يعني احنا تنكونوا نكونوا فريق تنوجدوا فهذه الضربه ديال كره القدم. اكيد نرجعوا للمباراه يوسف عندك ما تضيف السي محمد. غير بالنسبه للفتره في حلقات سابقه الى عقلتها اخ رضوان كنا نفس الهضره اللي كنقولوا هي اللي كاين قالوا الهضره اللي قلنا هي اللي كاين كما في ظل في البدايه اللي كيفاش بدا فحتى التصريحات ديال وليد الركراكي ولا حتى السياسه اللي واخذ فريق الفتح الرباطي انه كيبني فريق اللي رغم هذوك اللاعبين الان اللي كيبني بهم فريق شاهدناهم السنه اللي مضات فهم اسماء اللي الان دابا وازن كاين استقرار تقني وكذلك استقرار بالنسبه للاعبين. وكما عقلتي في حلقات سابقه فريق الفتح الرباطي في هذه السنه غادي نشوفوه في مراتب متقدمه والسنه اللي جايه ان شاء الله بعد عمر طويل فغنشوفوا انه غيلعب على البوديوم. نعم نتكى هنا ديال سي محمد في محلها. نعم سي المكسب ديال الفتح فهو وضع الثقه الكامله في المدرب. هذه هي الملاحظه يعني كاين ربما تراضي بين الطرفين. انت مدرب وشيف يعني انت المكتب يعني واثق فيك واحد الدرجه كبيره فتا كتخدم وكتعطي طبيعه الحال لانه ملي كتوفر لك الاجواء
كمدرب كتوفر لك الاجواء ديال العمل، ما كاينش ضغط، ما كاينش اي، اكيد اي مدرب في البطوله الوطنيه 16 فريق بادارته بمدربه برئيسه كاين محاسبه، كاين مسؤوليه، ولكن او ميم طون او في نفس الوقت عفوا كاينه محاسبه. انا كنشوفوا المثال ديال الفريق الوحيد من بعد فريق المونديال الوجدي اللي عنده استقرار على مستوى المدربين، كنشوف هو وليد الركراكي فاز بلقب ديال البطوله الوطنيه، ما عقلتش هنا خانتني الذاكره ما عقلتش بالضبط عماش، ولكن كاين استقرار، كاين تراضي وكاين تفاهم بين الطرفين. على العموم كنتمنوا اليوم كامل التوفيق، وكنتمنوا ايضا للفريق سريع وتزم التوفيق في لقاءات البطوله الوطنيه. ونختموا باخر لقاء اللي تسجلت فيه الحمد لله هدف واحد بين فريق صفية برجيد وفريق الجيش الملكي، زكريا فاتي ادى اللي عليه سجل هدف، والجيش الملكي تلقى ربما خساره اللي كانت قاسيه على ارضه وامام جماهيره مع المدرب سي عبد الرحيم طاهر. بالطبع خويا رضوان، ففريق الجيش الملكي يعني تلقى هزيمه في ارضه امام جماهير ديالو. نعم. كيف شفنا يعني الهدف اللي سجل اللاعب زكريا فاتي، فهاد اللاعب هذا نهضروا عليه شويه تا كيعتبر من احسن اللاعبين في البطوله لحد الان اكيد، وفي الفريق يوسف برشيد. فكنظن فريق الجيش الملكي يعني يمكن لي يدارك المواقف في المباريات الجايه ان شاء الله، المباريات المقبله. سي محمد، بالنسبه للمقابله ديال الجيش الملكي ويوسفية برشيد، المقابله اللي كانت جوج الاطوار ديال الفريق الجيش الملكي صراحه، لانه استطاع انه يخلق عده فرص، لكن الهدف كما قال الاخ سعد ديال زكريا فاتي هدف جميل، لكن الطريقه كيفاش مشى من وسط الميدان واستطاع انه يتوغل في منطقه العمليه ديال الحارس باعي، واستطاع انه يسجل بطريقه لاي حارس ما يقدر يتصدى، رغم ان الحارس باعي من 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 احسن اللاعبين اللي كانوا في المقابله. صحيح. لانه لو لا قدر الله ان فريق بسيط برشيد انه تشجع لفريق الجيش الملكي، فكانت تكون كخساره بالنسبه لفريق يوسف برشيد، لان يوسف برشيد تاحوا له ثلاث فرص امام الحارس بعيون اللي كان تالق بواحد الشكل كبير، كان انه كما كنقولوا بلغه الكره انه يقتل المقابله. صحيح. فضل التوهج ديال فريق الجيش الملكي منذ تسجيل عليه الهدف ديال يوسف برشيد، فهو كان كيعرف الا المرمى ديال حسين الشادي، كذلك باش الشيدوبي اللي كان هو متالق في هذه المقابله هذه. كما قلت لك الخساره بالنسبه للجيش الملكي في الميدان فهي ماشي اول مره، فهي كان معذور، فهي الثانيه او الثالثه في الميدان ديالو. نعم. لكن كتبقى مقابله اللي استفدنا بها لا بالمستوى التقني ولا حتى الايقاع ديال المقابله اللي كان. هنيئا فريق يوسف برشيد، وواحد موفق الفريق الجيش الملكي. الجيش الملكي نذكر مشاهدينا الكرام انه فريق الجيش الملكي يحتل المركز الثامن في الترتيب العام ب 16 نقطه، وايضا فريق يوسفية برشيد كيحتل المركز العاشر ب 15 نقطه. ربما هنا غنطرح تساؤل، وعلاش المستوى التقني هنا كنشوفوا فريق كيفوز في لقاءين كيتصدر البطوله، وفريق كيخسر لقاءين او ثلاث لقاءات كيولي مهدد بالنزول. على العموم هنا مستوى كيطرح العديد من التساؤلات، ونعرجوا بكم مشاهدينا الكرام للمنافسات الافريقيه، كاس الكونفدراليه الافريقيه وايضا دوري الابطال. الرجاء البيضاوي تعادل مع فريق شبيبه القبائل، وفريق الوداد الرياضي بتعادل ايضا، تعادل بشق الانفسي لكن غنقولوا مع فريق بيترو اتلتيكو. بداوا اول لقاء، اللقاء ديال فريق الرجاء البيضاوي وشبيبه القبائل اللي اثير عليه العديد من الجدل نظرا للتاجيل ديال مباراه البطوله ضد الدفاع الحسني الجديدي، وبقائه في الجزائر بعد المباراه الاولى في كاس العربيه اللي خاضها امام المولوديه الجزائريه. بدا معك سي سعد. فالمقابله شنو ديال فريق الجزائر مع فريق الرجاء البيضاوي، فكانت مقابله كبيره، ففي ظل يعني الظروف اللي كانت قبل المقابله ديال الرجاء البيضاوي والفريق الجزائري اللي عشناه متحنا عشنا معهم ديال يعني كيف تنقولوا المقابله ديال البطوله اللي لعبت التجديده، لا خصو يجي لا خصو يجي، خصو يصيفطوا لي الطائره الخاصه. هذا هو السيناريو اللي كنا 70 ساعه خاص. فعشنا واحد السيمانه ديال كيف تنقولوا ديال بحال داك كيف تنقولوا شد الحبل بين الفريقين. نعم. فبالنسبه لي نتيجه ايجابيه لفريق الرجاء البيضاوي. نعم، وربما هنا كل هذه الامور ما اثرتش على الفريق، ولو انه النتيجه كانت تعادل، ولكن تعادل طعم الفوز لفريق الرجاء البيضاوي. نبدا معك سي محمد. كما قال الاخ سعد، فنتيجه ايجابيه بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، كانت تكون ثلاث نقاط اللي تكون تخول لي واحد النسبه كبيره ان التاهل للربع النهائي، لكن كتبقى نقطه لانه هو المنافس المباشر بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. صحيح. لانه انت ثلاث نقاط هنا في مدينه الدار البيضاء، ونقطه خارج الميدان في الميدان ديال شبيبه القبيل، انها مهمه ومهمه لفريق الرجاء البيضاوي. كنعتبر ان نقطه فهي مرتبه فوز فريق الرجاء البيضاوي. نعم، ولو فاز في اللقاء ديالو كان غيتصدر المجموعه ديالو ب 10 نقاط مناصفه مع فريق الترجي التونسي اللي عائد بقوه. اكيد هذا الفريق هذا غينافس على العبور، غينافس على اللقب ايضا كيف وقع وشاهدناه في الموسم الماضي مع فريق الوداد اللي طرح فيه العديد من تساؤلات الفار وعدم الفار. على العموم الرجاء البيضاوي دائما في لقاءه مع فريق شبيبه القبائل، نسترجعوا ربما السيناريو اللي وقع عليه مع فريق المولوديه الجزائريه ولقاء كاس العربيه والرجوع ديالو لمدينه الجديده واجراء لقاء المؤجل الجوله التاسعه على ما اظن، والعوده ايضا للجزائر من اجل خوض لقاء امام الشبيبه. واش منطقيا نسي
محمد غتفق معايا قلت لك انه لقاء خارجي او لقاء قاري غيجي فريق ما غتعطي ليه 72 ساعه يعني 3 ايام ومباراه اللي غتجرى في البطوله الوطنيه كتعطاها 48 ساعه في القانون. ربما واش كان من المفروض على فريق رجاء بيضاء انه يرجع يلعب اللقاء البطوله ويمشي للجزائر ان ايضا ياخذ لقاء قاري؟ ما كنظنش فهي اللي بغينا نعتبره فهي ظروف قاهره بالنسبه للفريق الرجاء البيضاوي انه باش تلعب مقابله في دوله الجزائر مع المولوديه وانك ترجع للمدينه الجديده وانك تلعب مقابله وتعاود ترجع للجزائر فكنظن فهي مساله صعيبه بالنسبه للفريق. وحتى رغم ان نقدروا نقولوا مدينه المغرب والجزائر فهي حتى المسافه عبر الطائره فهي اللي ما كتعداش واحد ساعتين ديال المكانه لكن كتبقى لان راهو ملي كنقولوا ان فول ماشي هو في طريق سيار او على البحر او فهي كتبقى بالنسبه بدنيا بالنسبه للاعبين فهو كيكون ارهاق كبير. وحتى القضيه ديال 72 80 فهادشي اللي جاري به في المنظومه او في الاعداد البدني ديال اللاعبين فكنظن فهي ظروف قاهره اللي صادفت فريق الرجاء البيضاوي انه ما استطاعش يلعب في الجزائر عاود يرجع المغرب ويعاود يرجع يلعب الجزائر. نعم ولكن واش ما كتبانش لك السي سعد انه من المفروض كان من المفروض على انه جمال السلامي يجي يلعب فريق ثاني؟ ما كاينش فريق ثاني اكيد ولكن بفريق كيف قدم عليها المدرب ليفربول يورغن كلوب انه لعب فريق ثاني في كاس رابطه على ما اظن وخسر لقاء رباعيه نظيفه رغم انه الفريق الاول ديالو كيتصدر البطوله الانجليزيه بدون خساره اي لقاء. كان المفروض على انه جمال السلامي يقدم على نفس الخطوه ويجري لقاء ديالو امام الدفاع الحسني الجديد يعني ما بغيناش نشوفوا هذا اللغط وهذه المشاكل كامل. فحنا عشنا الموقف هذا مع فريق رجاء البيضاوي كنا سمعنا انهم غيجيو يلعبوا بفريق الامل نعم حتى اخر لحظه وما هذا هو الحل متاجل المباراه فكيف تنقول ان الكره كانت بيد الدفاع الحسني الجديدي فهو اللي كان يعني بيد الكره كون وافق يعني على التاجيل غيتاجل المقابله غتاجل فهو بقى يعني كيف تنقولوا مصر على المقابله تلعب ومن حقه فالان القديره في عند الجامعه وشوفوا هي باش تحكم لهم. نعم ولا استرجعتي معايا السي سعد السي محمد السيناريو اللي وقع في الموسم الماضي من البطوله الوطنيه في الجوله على ما اظن الجوله 27 بين فريق الوداد وفريق اولمبيك خريب قال لي اجل مباراه اللي كانت مؤجله لان كنشوفوا اللقاء ديال الجوله 30 تجرى مع فريق الوداد وفاز باللقب وعاد غادي يمشي يلعب لقاء مؤجل اللي ما عنده حتى شي معنى. حنا كنشوفوا فريق الوداد البيضاوي كان المفروض على انه يلعب اللقاء المؤجل وعاد يختم البطوله بلقاء الجوله 30 هنا المفروض انه فريق الرجاء البيضاوي وماشي فريق الرجاء البيضاوي غير الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم انها تساند فريق مشارك في مسابقه قاريه او عربيه سواء في الكاس الكونفدرالية او في دوري الابطال انه تساندوا تخلي مباراه مؤجله. علاش تضغط على الفريق لانه كيمثل ماشي كيمثل نفسه اكيد كيمثل راسه ولكن كيمثل الكره المغربيه لان كنشوفوا فريق رجاء البيضاوي بطل كاس الكاف خلال الموسم الماضي يعني راه فريق مغربي ما كنشوفوش فريق رجاء البيضاوي شخصه يعني كشخص او كرئيس او لا يعني فريق كيمثل المغرب شأنه فريق النهضه البركيني اللي وصل للمباراه النهائيه شأن فريق الحسنيه وايضا فريق الوداد اللي فاز باللقب خلال الموسم الماضي هنا كتشوف المسانده منعدمه سي محمد لهذه الفرق اللي مشاركة على المستوى القاري. لا غير باش نكون معك واقعي اخويا نعم تفضل رضوان غير بالنسبه لهذه المنافسات الخارجيه يجب على اي على الفرق راه ماشي غير هذه المساله دي ما غتكونش عندنا غير في المغرب في جميع الدول او البطولات العالميه مقارنه او في ظل المنافسات الداخليه ديالك فيجب عليك ان تشارك في منافسه واحده في منافسات خارجيه ما يمكنش لك تلعب مثلا الاتحاد الافريقي وكاس العرب او الشامبيونز ليغ وتلعب كاس يجب عليك ان تشارك في منافسه واحده هنا كنقدر انني كتكون حتى مساعده بالنسبه للبرمجه لان فريق مشارك بجوج منافسات خارجيه من غير المنافسات الداخليه اكيد فغتصطدم بحال هذه المشاكل هذه اذا هنايا خاص واحد القانون داخلي ان يجب على اي فريق انه يشارك في منافسه خارجيه. نعم وربما هنا اذا كنا غنفتحوا الباب الحديث على الفريق اللي غيشارك منافسه وحده انا غادي نشوفوا ربما الكره المغربيه ما غاديش تكون عندها فرصه في المشاركه في اكثر من من من, من مسابقه لان كنشوفوا اربعه او لا خمسه الفرق المغربيه من اولمبيك اسفي في المنافسه العربيه الرجاء الوداد الحسنيه وايضا فريق النهضه البركانيه لان غنشوفوا المستوى ديال الكره المغربيه في تصاعد الا كنا غنخليوا فريق واحد يشارك في مسابقه واحده ويركز على البطوله انا غادي
غنشوفوا غادي نبخسوا من حق الفرق الاخرى وغنشوفوا الكره المغربيه ما غاداش تطور على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي على العموم. كنتمنوا انه الحل يكون مرضي للطرفين من طرف الجامعه الملكيه المغربيه سواء فريق الوداد سواء فريق الرجاء وفريق حسنيه اكادير وبركان وايضا اولمبيك اسفي الفرق لمشاركه على المستوى الخارجي. وننتقلوا لمباراه اخرى جمعه فريق الوداد البيضاوي انتهت بالتعادل ايضا امام بيترو اتلتيكو الانغولي بدا معك سي سعد مباراه انتهت بالنتيجه هدفين مقابل هدفين رغم أن الوداد كان بين قوسين انه يودع اللقاء خاسر في يعني بنتيجه اكثر من هدف. طبعا خوردو فاشنا المقابله فاشنا فريق الوداد على شوطين فاشنا الشوط الاول فريق الوداد ما دخلش بديك ديك التوهج ديالو بديك يعني كيف تنقولوا بالكره اللي كيلعب فاشنا الشوط الثاني فريق الوداد دخل فريق مغاير وتمكن باش يسجل يعني نتيجه ايجابيه تما في انغولا فكنظن في الغيابات ديال فريق الوداد اللي كنعرفوا يعني الله اكثر غايب لك كومارا وداري وفي الميليو تيرا ما كاينش يعني هذا كبير من اللاعبين صالحي مصاب عندك بزاف ديال اللاعبين بزاف اللاعبين مصابين نعم. فبالنسبه لي نتيجه ايجابيه لفريق الوداد البيضاوي. نعم سي محمد بالنسبه للمقابله فكنظن فهي نقطه كما قال اخ سعد فهي نقطه ايجابيه في ظل الظروف او الاكراهات اللي كيعاني بها الان فريق الوداد لا بالنسبه للتركيبه البشريه ديالو ولا حتى على ما اظن انا في فريق الوداد منذ البدايه ديال السنه هذه فهو كان فما كانش راحه بالنسبه للاعبين ربما ارهاق بدني ربما ارهاق ذهني لان الفريق كما شاهدنا في البدايه ديال السنه بقى الفريق كيتسنى المقابله ديال او النهائي ديال الترجي انه واش يقدر يتعاود اللاعبين ما مشاوش خذوا ديك الفتره ديال الراحه لان كما كنسموها هذيك سيتي ترانزيسيون يعني كاين واحد التحول اللي كيكون من 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 نهايه ديال الموسم للبدايه ديال الموسم الاخر فاللاعبين ما خذوش هذا اللي كتلعب دور بالنسبه للاعب سيرتو في 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 بدنيا كنظن فريق الوداد الان كيعاني بدنيا ربما الاستعداد في البدايه ديال السنه او كما قلت لك الارهاق الذهني ديال اللاعبين شاهدنا المقابله الامس في اللاعبين اللي ما شاء اللي سيرتو ان كان واحد لو ريتم اللي كان ثقيل حتى المردود البدني ديال اللاعبين ديال فريق الوداد ما شاهدناش بداك المستوى المطلوب من غير الغيابات ديال 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 اللاعبين كنظن ان النتيجه ديال ديال ان نقطه فهي ايجابيه فريق ايجابيه بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي اللي غتخول لي انه ياخذ المقابلات اللي جايين باش انه لان فريق الوداد البيضاوي هذه ثلاث سنوات في عصبه الابطال فهو كيحتل المرتبه الاول في دوري المجموعات نتمناو هذه السنه يكون غادي في نفس المنوال ففريق الوداد البيضاوي كما ذكرتي فان كنظن انه قبل من ناخذ الخبر تاكيد انه استغنى على المدرب ربما قدم مدرب اخر نقدروا نشوفوا فريق الوداد بوجه اخر في قادم الدورات. نعم وهذه النقطه اللي بغينا نناقشها مع سي سعد ربما التغيير ديال المدرب دائما وكنقولها في اي حلقه من حلقات برنامج مع البطوله كنقول بانه غيرجع سلبا او ايجابا على الفريق. كنشوفوا زوران كان مع فريق الوداد البيضاوي مشى معاه بخطى ثابته حقق نتائج ايجابيه تاهل للادوار المقبله من المسابقه الافريقيه. الان كنشوفوا التغيير ديالو في هذه الظرفيه بالذات واش كان ممكن على الاداره التقنيه انها تغير مدرب وتجيب مدرب اخر في انتظار بين قوسين كنا كنقولها بلغه الكره كيسخن غاموندي مدرب سابق فريق حسنيه اكادير انه يقود الفريق خلال الموسم المقبل. هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحه الان على المسؤولين واش هذه الظرفيه اللي الان فيها فريق الوداد واش يمكن لك تغير في المدرب فهذا سؤال كبير. صحيح فكنظن في هذه الظرفيه هذه المدرب الان كاين النتائج معاه ماشي ما كايناش يعني كاين النتائج فالمشكل الوحيد اللي عند المدرب كيبين هو الغيابات يعني ما كيلعبش ذاك الفريق تيب ديال كل سيمانه كيلعب فريق تيب ديالو فكنظن قدر يكون داك لو ديكليك او ثاني ديال المدرب جديد فالكره هذه راك عارف اخويا رضوان. صحيح وما نساوش انه فريق الوداد البيضاوي باش حقق توازن على المستوى الافريقي والمستوى المحلي لان كنشوف الوداد مطارد المتصدر ديال البطوله وكيحتل ايضا المركز الثاني ب 23 نقطه هنا غنشوفوا التوازن اللي قام به المدرب واللاعبين على المستوى المحلي والمستوى القاري كيحقق نتائج ايجابيه على المستوى القاري كيحتل المركز الثاني على ما اظن في المجموعه الرابعه بست نقاط ربما هنا غنشوفوا العمل اللي غينتظر هذا المدرب الجديد او لا المدير التقني او لا كيف نحسبوا سي محمد يعني عمل صعيب جدا. غير بالنسبه للمدرب زوران هذا راي شخصي ديالي ما شاهدناش اللمسه ديالو لان فريق الوداد البيضاوي كما قلنا فهاد اللاعبين الان اللي الان في فريق الوداد البيضاوي فهم ثلاث سنوات مع الفريق او اربعه او خمسه سنوات لحقاش كما كنشوفوا دازوا مدربين قبل من زوران كان عموتا كان طوشاك كان دو صابر يعني شنا اللمسه ديال هاد المدربين الان زوران ما شدناش اللمسه ديالو يعني ربما تل العمل اللي كان كيقوم به او اللمسه اللي كان كيعطينا فوزي
ديال بنزرتي مع فريق الوداد البيضاوي ومغايره تماما مع زوران. ففريق الوداد مع بنزرتي ماشي هو ديال زوران اكيد، يعني لان كما قلت لك فهاد التغيير هذا ربما الناس مسؤولين كما قال الاخ سعد، الناس مسؤولين فهم ادرى، هم اللي عارفين الخبايده وهم اللي قراب كثير بالنسبه للاداره التقنيه ولا كذلك اللاعب. فكنظن كنبان لهم انه تغيير من فهو مناسب في الظرفيه هذه باش يمكن يرجع فريق الوداد البيضاوي السكه الصحيحه ديالو. هنا ربما غنطرحوا تساؤل، الا حقق نتائج ايجابيه فريق الوداد مع المدرب دو صابر غنشوفوا ونطبلوا المدربين اجانب ونقولوا بانه كاين عمل كاين وكاين وكاين وكاين، كاين نتائج سلبيه غادي نجيبوا مدرب اخر كمؤقت ماشي مدرب رسمي، لان كنشوفوا بعض الاخبار تروج بانه غاموندي هو اللي غادي يشرف على فريق الوداد البيضاوي خلال المواسم المقبله. على العموم كنتمنوا فريق الوداد كامل التوفيق في المسابقه الافريقيه وايضا على المستوى المحلي، وما نساوش فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في مباراته امام شبيبه القبائل كنتمنوا له كامل التوفيق. نعرجوا لمباراه اخرى او منافسه اخرى، منافسة كأس الاتحاد الإفريقي أو كأس الكونفدرالية الإفريقية ونهضة بركان اللي كنا كنستبشروا به خير. هذا الفريق اللي كيحقق نتائج إيجابية على مستوى البطولة المحلية، صفر خسارة وصدارة البطولة ب 27 نقطة، يعني تقدمه على المستوى الإفريقي. الهفوة ديال مباراة الإياب مساء أمس خسارة اللي هي ماشي خسارة قاسية ولكن خسارة اللي ما كانتش في البال، لأنه في مباراة الذهاب إلى ستيلا ذكرتي سي سعد حقق الفوز بثلاث أهداف دون رد على أرضه أمام جماهيره. بالطبع الخسارة ديال نهضة بركان ما كانتش خسارة منتظرة. السنه هذه ناس بركان غادي في طريق صحيح مع المدرب طارق سكيتيوي اللي جا، وكيف قال قومنا عطى اللمسه ديالو للفريق ناس بركان. ففي ناس بركان في ظل يعني اللاعبين الترسانه اللي كي يعني اللي كيتوفر عليها وايضا اللاعبين اللي غيجيو جدد راه جاب وقيله ياجورو وحدراف، هو يعني مع وليد ديت البطوله السنه وتا ورجعوا دائما المساله سي قميري اللي قلتي في الاول انه ما كناش كنلمسوا التغيير بين زوران وبين فوزي البنزرتي، لا الان كنشوفوا مع طريق سكتيوي ومنير الجعواني خلال المواسم الماضيه ما كاينش فرق. الطريقه اللي كيلعب بها فريق نهضه البركانيه مع منير الجعواني هي نفس الطريقه ربما مع طريق سكتيوي. سي محمد تتفق معايا ولا لا؟ لم اتفق معك، غير بالنسبه اللي غنهضروا على التركيبه البشريه ديال نهضه البركانيه هي نفس التركيبه البشريه ديال فريق الوداد، حافظ على جميع الركائز الاساسيه، جميع اللاعبين سيرتو اللاعبين اللي كانوا جد متوهجين في هذا المنافسه للمنافسه الافريقيه وكذلك البطوله الوطنيه. العكس طريق سكيتيوي عكس زوران، لان طريق سكيتيوي شنا اللمسه ديالو كما كنعرف طريق سكيتيوي عن ظهر قلب، كنت ديجا كنت لعبت معاه في قسم وطني الثاني كمدربين، كنت كنشوف الطريقه ديالو ولا حتى الطريقه اللي لعب معاه كذلك مع المغرب الطاوي اللي المغرب التطوري اللي كان بقى قوسين السنه اللي مضات كان غير ينزل القسم الوطني الثاني، لكن مع طريق سكيتيوي شنا فريق اخر استطاع انه ينقضوا ويضمن ليه المكانه ديالو في القسم الوطني الاول. لكن الان مع النهضه البركانيه والنتائج ديالو فهي شاهده عليه، الفريق اللي ما خسرش حتى مقابله في البطوله. المشكل اللي عند النهضه البركانيه هي المنافسات الافريقيه خارج الميدان، لانه خارج الميدان ما كيجيبش نتائج ايجابيه، اغلبيه انه كينهزم تعادل او خساره، عكس في الميدان ديالو لان غادي نعتبر ملعب بركان في المنافسات الافريقيه فملعب الموت. اي فريق كيجي اداء ونتائجات وحتى حصة ديال الاهداف اللي كنشاهدوا اصابتين ثلاث اصابات كيقدر كيكون كيحتكر الميدان ديالو كيستطيع انه كيضمن حتى المقابلات اللي كيكونوا الي غوتوغ ولا حتى في المقابلات ديال المجموعات فهو كيحسم التاهل ديالو في الملعب ديالو. نعم ودائما غنرجعوا للمساله ديال الثقه سي سعد، عندك تضيف؟ نعم حتى الانضفاء للجمهور البركاني حتى هو تيكون في الموعد، حتى هو عنده يعني كيكون في الموعد. هنا غنرجعوا للمساله ديال الثقه واللي كنا كنناقشوها ايضا في الكواليس سي سعد، هنا الثقه ديال الاداره في المدرب الشاب والمدرب الوطني اطار الوطني. كنشوفوا طارق سكتيوي، كنشوفوا منير الجعواني، كنشوفوا ايضا مدربين اخرين اللي هما شباب تعطاتهم الثقه وهنا كنشوفوهم كي يعني كيمشيو في يعني في نتائج ايجابيه، عكس فرق اخرى اللي ربما الاداره ديالها ما عطاتهمش الثقه كتم الاقاله والاستقاله ديالهم. فريق نهضه البركانيه بمدرب طارق سكتيوي تعطاته الثقه وحنا كنشوفوا نتائج سي سعد. بالطبع فالمدرب اللي جبتي مدرب شاب وعطيتيه الثقه ووفرتي له جميع الظروف وكنتي كيف تنقول مساندو فكون على يقين انه غتكون النتائج. نعم وهي ربما مساله ماشي سهله، يعني حتى المدرب غيتحمل كامل المسؤوليه في حاله خسارته او لا تحقيق نتائج سلبيه سي سعد. فبالطبع فالمدرب هو كيف تنقول هو المسؤول الوحيد اللي تيبقى يعني مسؤول عن النتيجه، الا كانت خساره راه كيتحمل المدرب. نعم. كان فوز راه كيتحمل. ولكن واش ما كاينش مساله ديال الصبر، الا خسرتي مباراه تصبر عليك الاداره ولا لا؟ حنا كنشوفوا هذا الموسم هذا ربحتي مباراه مرحبا، خسرتي مباراه جوج ثلاثه كتم الاقاله او الاستقاله ديال المدرب اللي جرات مع عدد كبير من المدربين راه حسبناهم قبيله سي قميري، راه عدد كبير وكبير جدا. نعم غير ملي كتسمع 14 فريق كيستغنوا
غنا كيبدل المدرب فهذا شيء اللي ظاهره غير صحيح. اللي غنهضروا على طارق سكيتيوي في طارق سكيتيوي ف قبل ما نهضروا على هذا المدرب اللي غنهضروا على طارق سكيتيوي غنهضروا على محمد القيسر في اولمبيك اس في غنهضروا على هشام الدميعي غنهضروا يعني عندنا اطور شابه اللي هي الاطور اللي عندنا. انا ما كنقولش اطار وطني واطار اجنبي. اطار اجنبي اللي كان مؤهل انه نستافدوا منه ويجي يشتغل عندنا وناخذوه مع عنده افكار مرحبا والف مرحبا صحيح. لكن كيبقى الاطار الوطني فهو عنده كفاءه ديالو عنده كلا هضرنا كما قلتي على طارق سكيتيوي ولا كذلك قيسر اللي غير هنا اللي باش نشيد لك واحد غير المسؤولين ديال الفرق لان ملي كنروح على اولمبيك في المكتب ديالو كذلك بالرئيس ديالو سيد بيرا فهو عطى المهام لقيسر وعطاه وصبر عليه لان كان قاب قوسين ناضوا مشاكل بالنسبه لك لكن المكتب المسير بقى متشبت بقيسر والان شفنا قيسر النتائج لانه الان هو في ربع ربما كيحلم انه يشارك في المسابقه في الربع النهائي ديال كاس العربيه ديال محمد السادس. كذلك البطوله اللي الان رغم النتائج اللي هي فكره التعادلات لكن قلت المقابلات اللي انهزم فيها المقابله اللي انتصر فيها مؤخرا استطاع انه يتسلق المراتب ديال الدوري الوطني. لكن كيبقى هنا المكتب المسير اللي عطى الثقه لهذاك المدرب الشاب او اللي تقفيه وخلى ليه وعطى كما كنقولوا الصبر هذا اللي قليل عندنا في البطوله الوطنيه. فاكيد هذا المدرب هذا فغيعطي نتائج وغيمشي بالفريق الاهم. نعم مجرد انك تحرش فريق الترجي التونسي على ارضه امام جماهيره امر صعب وصعب جدا. على ممكن نتمنوا لك كامل التوفيق ونختموا لقائنا او جولتنا اللي كانت طويله في الملاعب الوطنيه والافريقيه مباراه حسنيه اكادير وفريق سان بيدرو الايفواري. الحسنيه شابو من هذا المنبر لانه فريق حقق فوز كاسح واداء ونتيجه. فحسنية أكادير 3 أهداف للصفر على أرضك أمام جماهيرك ربما كانت منتظرة. بالطبع كانت منتظرة. فريق حسنية أكادير فهاد النتيجة هذه أتخول ليه يعني كيف تنقولوا في البطولة الوطنية غيكون مرتاح معنويا غيكون مرتاح. كنعرفوا في ظل المشاكل اللي كيعيشها فلا لاعبين لا مدرب لا إدارة في ظل البطولة الوطنية كنظن هذه النتيجة هذه تخليه باش يسير مقابلة بارتياح. نعم ربما الرابح الأكبر إلى اتفقتي معي سي سعد هو محمد فاخر مع الفريق لأنه النتائج اللي كان قادها اللي كان حققها ربما منذ القدوم ديالو مع الفريق ما كانتش نتائج اللي طيبة نتائج متذبذبة ولكن باش تفوز بثلاثية نظيفة يعني هنا ترجع المدرب أكثر من اللاعبين. تقريا سي محمد كيفاش جاتك المباراة؟ فريق حسنية بالنسبة للبطولة الوطنية والاتحاد الإفريقي فكنشوفوا كاين فرق لأن في المقابلات الأخيرة اللي انهزم فيها فريق الحسنية كان هناك إكراهات ديال اللاعبين أنك باش يكون عندك 11 إصابة أو 12 إصابة بالنسبة للفريق فصعيب وصعيب بزاف. لكن الآن في المقابلة ديال الأمس فاش نجوا اللاعبين تقريبا واحد النسبة ديال 80 أو 90% فهم كانوا رسميين. كنهضروا على العالم الكامل ديال اللاعب البركاوي اللي استطاع أنه يسجل 3 أهداف كلاعب أوبيلا كلاعب الفلسطيني اللي قام مقابلة كبيرة تامر صيام. يعني شنا الحسني ربما التنفس ديال اللاعبين أو المكونات ديال الحسنية أكادير هو في هذه الكأس الإفريقية هذا حافز معنوي اللي غيعطيهم انهم يرجعوا التوهج ديالهم للبطوله. وكتبقى بالنسبه للنتائج السلبيه اللي حصلت في البطوله مؤخرا فهي كتبقى سحابه عابره بالنسبه للفريق. فكنظل بالنسبه للاعبين ديال حسنيه اكادير لا الاسماء ديالهم ولا المستوى اللي قدموا لنا هذه 3 سنوات ولا هذه السنه فهم في المستوى العالي. فالحسنيه كنظن انه هذه السنه هذه في الرهان ديالو هو اللاعب النهائي النهائيات ديال الكاس الاتحاد الافريقي. وكنتمناو ان نشوفوا نهائي مغربي محط ما بين الحسنيه وكذلك النهضه البركانيه. النهضه البركانيه صحيح. وبالنسبه للبطوله فالبطوله فهناك اكراهات. ملي كيكونوا اكراهات اكيد فغتشوف الا النتائج اللي شناهم من قبل. فحد موفق فريق حسنيه اكادير وكذلك باش ما تخوني فكنشيد بالجمهور ديال فريق حسنيه اكادير لانه جمهور اللي صراحه هذا الفريق بدون ربما السلبيه في البطوله ولكن مسانده لان كما شاهدنا الامس فالحسنيه بدون هذا الجمهور الكبير ديال الحسنيه فكنظن انه ما غاديش يزيد لقدام. اما اذا كان ساندو وبقى مع حتى اخر رقم فكنظن انه غادي يرد الحسنيه الالقاب ديالو وغيحاول انه لان الحسنيه من هذه المده ديال 15 سنه او 16 سنه ما حصد البطوله الوطنيه. فبهذا الجيل هذا اللي كنعتبره جيل ذهبي بالنسبه لحسنيه اكادير فكنظن انه يقدر
انه يحصد لقب وطني او افريقي. نعم جميل جدا كلام. نعم سي اللاعب اللي كيتوفر عليهم فريق حسن تقدير فالتركيبه البشريه هامه. طبيعه الحال كلام جميل. وكنتمنوا انه نشوفوا نشاهدوا نهائي عربي نهائي مغربي عفوا عربي مغربي بين فريق نهضة البركاني وفريق حسن تقدير. وايضا ما ننساوش النهائي المرتقب ان شاء الله بحول الله بين فريق رجاء البيضاء وفريق الوداد في عصبه الابطال الافريقيه. لما لا ما كرهناش اننا نزيدوا في وقت البرنامج نظرا ان مخرج البرنامج يعاتبني على التوقيت دائما. سي سعد عبد الفتاح كنشكرك على اتراك الحوار وحضورك معنا في حلقه اليوم. شكرا خويا رضوان والحوار معك شيق خويا رضوان. مرحبا. وايضا الاطار الوطني سي محمد القميري اللي حاضر معنا في حله جديده. سي محمد مرحبا. شكرا لك على توقيت البرنامج. شكرا اخ رضوان وفرصه سعيده انني شاهدت الاخ سعد اللي تقريبا هذه مده ما شاهدوا فرجعنا الايام الايام لان غير الفكره اسمح لي على لان سعد استطعت انني نتصدى ليه ضربه الجزاء مع فريق الخريج وفريق الوداد البيضاوي اللي بقات في الاذهان ديالي فسعد من اللاعبين الكبار اللي دوزات البطوله الوطنيه. نعم شكرا جزيلا لكم. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا بكم الى نهايه عدد اليوم كالعاده. قبل توديعكم اود شكر الطاقم الصحفي والتقني على انجاح وانجاز حلقه اليوم من برنامجكم الاسبوعي مع البطوله. وادعو لكم موعدا في حلقه اخرى وجوله جديده من جولات البطوله الوطنيه الاحترافيه. اطيب المنى الى اللقاء.